واحنا بنحتفل بالذكرى الخامسة لأهم ثورة شعبية قام بها الشعب المصري، ثورة 30/6، ثورة العائلات المصرية، حفاظا على هوية مصر، حماية لقوة ووحدة الدولة اللي اختطفت بشكل كبير، دعوة لدولة المؤسسات بدلا من دولة الميليشيات والعصابات. لو بنستعيد السنوات الخمس بالإضافة إلى مقدمات ثورة 30/6 والأحداث العصيبة اللي عاشتها العائلات المصرية اللي ما خافتش من أي تهديدات من أي مخاطر، وكانت كلها في الشوارع أطفالا ونساء ورجالا وشيوخا، كله كان في الشارع لاستعادة هوية مصر. أيام لما بنيجي نحتفل بيها دلوقتي بنشوف ازاي كنا فين وبقينا فين، ما الذي حققناه، وأهمية الاحتفال علشان نتمسك بمظلة 30/6 ونشوف كمان ايه هي أهم الأهداف التي حققناها وايه الأهداف اللي محتاجين نحققها لسه. من ضمن طبعا الأهداف زي ما قلت هو إن احنا وصلنا إلى دولة المؤسسات وحالة الأمن والأمان، يعني إلى حد إن بعض المواطنين كانوا بيرفعوا شعار الأمن قبل الخبز، يعني وأبقى نايم في بيتي مرتاح قبل لقمة العيش. وبالحالة دي حتى زي ما بقول لكم إحنا كنا جبنا قبل من يومين ثلاثة مجموعة من الوقائع، تجاوبت معانا وزارة الداخلية وقالوا لنا إيه اللي تم فيها. في وقعة اللي كان فيها الأطفال على كافيه بيشيشوا فيه يعني، وقلنا طبعا ان ده بيبقى في خطر جدا على الاطفال والطفوله يعني. وزاره الداخليه لا تهتم بالجانب الامني فقط، لا يعني بتاخد هذه القضايا بشكل اجتماعي كمان وحفاظا على الطفوله التي يمكن ان تنتهك بذلك. قالوا انه تم تحديد اللقطات انها اتصورت في مدينة طهطا بسوهاج، وامكن تحديد الكافيه والقائمين عليه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تبين ان المنشأة المشار اليها ما عندهاش ترخيص يعني، وعلى الفور تم اصدار قرار اداري بغلقها وتم تنفيذ ذلك على الفور. زي ما بقول لكم هنا احنا خلاص وصلنا الى دولة المؤسسات ووصلنا إلى الحالة الأمنية اللي تخلينا نتفاعل مع بعضنا البعض لو في مشكلة متعلقة بأي وضع أمني يقتضي تدخل وزارة الداخلية، بنناقش كل ده وتتجاوب معانا وزارة الداخلية على الفور. كان في وقعة تانية كمان اللي فيها تم السطو على سيارة أحد المواطنين اللي هو المواطن كرولوس حشمت اللي تم أثناء قيادته سيارته. هنا أجهزة البحث الجنائي حددت المتهمين المتورطين في الحادث وعددهم 5، وتم إعداد مأمورية وتم القبض على جميع المتهمين وحتى تم ضبط السيارة المستخدمة. احنا كنا طبعا جبنا لكم هذه الوقائع على الفور، تفاعلت معانا وزارة الداخلية ونجحت في إلقاء القبض على كل المتهمين. وحتى عشان نطمن معانا كرولوس حشمت المواطن الضحية. كرولوس أهلا بيك. أهلا بحضرتك. الحمد لله تم القبض على المتهمين. الحمد لله قبضوا عليهم. وتعرفت عليهم أنت؟ تمام اتعرفت عليهم واستعدت المسروقات. ده بس في حاجات رموها، كانوا رموا بدلة الفرح كانوا واخدينها، والفلوس معرفش صرفوها بيقولوا، بس انا ما يهمنيش الحاجه ترجع صدري اكتر ما هم اتمسكوا يعني. قد ما يهمنا طبعا القبض على الجناية يعني. والفيس بقى طبعا والبطايا والحاجات دي كل ده اترمى يعني. كل ده رموه يعني. كل ده رموه. طيب وانت يعني عموما هم 5 مش كده؟ هو كان فيهم هم 4 اللي كانوا موجودين، الخامس دوت المحرض مباحث جابته هم اعترفوا على بعض. الخامس ده المحول اللي كان بيحرضهم، ده اللي كانوا مراقبين هم واحد صاحبي، وهو كان بيبلغهم اللي هو تحركاته يعني، ده طلع وده دخل ده مع كذا كده يعني. طيب الحمد لله ان هو تم القبض عليهم يعني.
ربنا يخليك. بشكرك يا استاذ كولي. طيب طب نشوف دي الصوره بتاعت التشكيل العصابي ده اللي تم القبض عليه. زي ما بقول لكم يعني هنا بتتجاوب على الفور وزاره الداخليه مع حتى شكاوى المواطنين ومع ما يبث وما ينشر. وزي ما قلنا لكم احنا وصلنا الى حاله فيها استتباب الامن بشكل كبير جدا. لا السرقه هتنتهي ولا الجريمه هتنتهي ولا الارهاب هينتهي ولا في اي دوله في العالم تحولت الى دوله ملائكيه يعني، لكن تم تقليص واضعاف وتحديد كل هذه الجرائم من الارهاب الى كل انواع الجرائم باشكالها المختلفه، لان استعدنا الحاله والصوره الامنيه القويه، وده من اهم ثمار ثوره 30/6 واحنا بنحتفل معاكم بالذكرى الخامسه لهذه الثوره الشعبيه العظيمه. خلونا نشوف مشاهد تانية. لو استعيد معاكم كمان الارهاب القناص اللي حاول انه هنا اطلق الرصاص على ضابط شرطه في اسم شرطه الازبكيه، وكنا بنتابع معاكم ده. انا بجيب لكم نماذج فيها اشعال نار في اقسام شرطه وفي كنائس وفي استخدام المساجد، حتى اقتحام المساجد زي ما شفنا يعني، كمان استخدام الكباري من فوق لاطلاق النار على المواطنين وعلى الضباط وعلى الجنود وعلى اقسام الشرطه يعني. ده نموذج من النماذج. شفتوا الصيحات الله اكبر بعد ان تم قنص ضابط الشرطه من فوق، الله اكبر. يعني هنا يعني طب اعمل ده مع ضابط او جندي اسرائيلي، يعني التهليل بهذا الشكل الله اكبر، والدعوه للجهاد. شايفين حاله التهليل لانهم قتلوا ضابط شرطه ونجحوا في قنصه من اعلى واصطياده بهذا الشكل. يعني هل ده له علاقه بالاسلام؟ كمان لو تتذكروا زوجة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان لما أيضا أطلقت تهديداتها وبعدها حدثت محاولة اغتيال وزير الداخلية. قولوا لي مين اللي من مصلحته اغتيال وزير الداخلية الآن؟ خاصة أنه بعد قليل هزعلكوا كمان الفيديو الخاص بزوجة المهندس خيرت الشاطر، لقاء كان معاها امام السجن، وقالت انه وزير الداخلية خان محمد مرسي، وكأنه مطلوب من وزير الداخلية ان يكون ولاؤه لمحمد مرسي وليس للوطن. النهاردة وزير الداخلية النهاردة البيان بتاعه امبارح بيثبت ان هو كان خاين، لانه ارتضى ان يكون وزير في عهد دكتور مرسي، كان المفروض يكون وراءه الدكتور مرسي ايام ما كان بينزلوا علينا بالاسلحه اللي هم تمرد وبلاك بلوك دولت وكذا، واحد كان بينزلوا بالاسلحه ويحرقوا المؤسسات ويحرقوا كل حته، وكان هو بيقف يقول ايه انا هقف حيادي ما بين الاثنين. النهارده هو بيقف وبيقول انا هقف بالرصاص المسلح وبالذخيره الحيه. هذا الكلام تحول إلى ضغط على الزناد، إلى إطلاق رصاص، إلى تفجير متفجرات وقنابل في محاولة اغتيال وزير الداخلية. ليس اتهاما لها، أجدد تاني، ولكن هي تتحدث بما يجيش في صدور الإخوان. عندهم فأر شخصي
مع وزير الداخلية واتجاه توجه وزير الداخلية تحديدا إلى الولاء للشعب وليس الولاء لمحمد مرسي كان من الأسباب القوية لنجاح ثورة 30/6. سمعنا صوت الانفجار، انا شفت بيشيلوا يعني ناس، فانا اتخضيت لما يعني شوف منظر يعني خلوا العماير كده، يعني مش عارف اوصف لك اللي عملوه ولا اللي حسب الله ونعم الوكيل. عندنا تخاطر اللي هو بتاع المترو ده، المفروض ناخد شمال بقى في شارع مصطفى محمد، كانت في عربيات صف تاني وكده، فانا بغطي بالعربيه بتاعتي على العربيات ديت وكده، ف يا دوبك جيت قصاد عربيه ما دريتش بنفسي، صوت انفجار وبعد كده ما قدرتش بقى حاجه الا انا هنا. وقفت الاشاره اللي كان عدى نصه داخل السيد الوزير بيعدي، بصيت لقيت الانفجار حصل، رجلي طارت في يمه وانا لفيت وارتميت بقيتش داري بنفسي، ما اعرفش الضرب جه من يعني يمه، معرفش الانفجار جه ازاي، انا ما بصيت لقيت نفسي مرمي وذهلت، ده انا انخلق لي عمر جديد، وبحمد ربنا واشكر فضله ان اللي جرالي وانا بقضي عملي وخدمه للوطن وربنا ينتقم الظالم. في ملف في شارع مصطفى النحاس واحنا ماشيين، الملف ده بيبقى الرجاله على التهدئه يعني، اول ما الركاب هدى حصل انفجار، بس الحمد لله طبعا ان هي جت على قد كده، ربنا حمينا وحارسنا وحارس السيد الوزير طبعا، الحمد لله ان كل زمايلي كلهم بخير، بس كانت ورد لينا اخبار يعني ان حصل تبادل اطلاق نار وحاجه زي كده، طبعا الكلام ده كله ما حصلش لان هو انفجار، ان هم اجبر بكتير ان هم يواجهوا، يعني هم ما عندهمش الشجاعه والملكه اللي جواهم، ما عندهمش ايمان اصلا بحاجه، ما فيش قضيه، هم ناس ارهاب، ده ارهاب، فهم اجبر ان هم يواجهوا، هم يرموا حاجه ويجروا. يسقط الارهاب، الإرهاب يوحد المجتمع زي ما أنتم شايفين الصورة المأساوية التي شاهدناها وعيشناها خلال الساعات القليلة الماضية، لكن بقول لكم أنه المجتمع يزداد توحدا وتمسكا كلما ازداد الإخوان إرهابا، يعني لن توقفنا هذه المحاولات أبدا، بالعكس هتزيد المجتمع قوة وتماسكا. بستعيد معاكم أياما عشناها بعد 30/6 لما استعدنا هوية مصر، إزاي زادت معدلات العمليات الإرهابية في كل المحافظات خاصة بعد فض اعتصام رابعة، إزاي حمينا هوية مصر وإزاي حافظنا على وحدة وقوة وتماسك الدولة بالتحالف الذي لا مثيل له في أي دولة من دول العالم، بين الشعب والجيش، بين الشعب ومؤسسات الدولة المختلفة. نجحنا في الوصول إلى حالة نتحول فيها إلى دولة المؤسسات ونحافظ على هوية مصر بالفعل، وكمان كان في بعض